وصفتنا اليوم كيكة الحليب بالزعفران. هنا عندي 5 بيضات، راح أضيف لها السكر والفانيلا ونخفقهم. بعد كده بضيف عليها الدقيق والبيكنج باودر وننخلهم ونرجع نخفقهم مرة ثانية، وآخر شيء نضيف لها منقوع الزعفران. هنا عندي صينية بايركس دهنتها بالزبدة وصبيت على خليط الكيك وندخلها الفرن. للصوص راح نحتاج حليب سائل، وراح أضيف عليه حليب مكثف محلى وحليب مبخر ومنقوع الزعفران مع ملون طعام. أول ما تطلع الكيكة من الفرن نعمل فيها ثقوب ونسقيها بالصوص وندخلها الثلاجة. في هذه الأثناء راح أجهز خليط الكريمة. أنا استخدمت هنا كريمة الخفق من بوك، وراح أخفقها مع السكر البودرة إلين ما يذكل قوامها. بعد ما تبرد الكيكة راح نغطي الوجه بكريمة الخفق ونوزعها بالتساوي، وبكده تكون عندنا الكيكة جاهزة حالاتها لما تتقدم باردة وتزيدوا عليها من صوص الحليب. وبالعافية عليكم.